السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبابي طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس العلوم الممتعة. اليوم بمشيئة الله تعالى سنبدأ معا في درس جديد، وهو الدرس الثاني من الفصل الثالث، وهذا الدرس بعنوان التكيف والبقاء. فهناك تكيفات للمخلوقات الحية تساعدها على البقاء حية في بيئتها، لذلك سمي الدرس التكيف والبقاء. فالتكيف تكيف الكائن الحي، إذا استطاع الكائن الحي أن يتكيف مع بيئته هذا يؤدي إلى بقاء الكائن الحي، لذلك سمي الدرس التكيف والبقاء. لو نظرنا إلى هذه الصورة، هل نلاحظ شيء على هذه الصورة؟ ما يعني هذا مثل ماذا؟ هذا الصورة يعني تمثل إيش؟ تلاحظ أنها تمثل نبات، ولكن هل تلاحظون هناك شيء غير النبات؟ الجواب القليل من يستطيع أن يلاحظ أن هناك عنكبوت على هذا النبات. تعرفون لماذا؟ لأن هذا العنكبوت امتزج تماما مع البيئة المحيطة به، جعل لونه كلون النبات، وهذا يساعد العنكبوت في ماذا؟ يساعده في الاختباء وحماية نفسه من الأعداء. فيبدو هذا العنكبوت متشابها جدا للنبات الذي يقف عليه. كيف يساعد الامتزاج بالبيئة المخلوق الحي؟ يساعده في ماذا؟ أو يستطيع الاختباء من الأعداء وحماية نفسه. إذن ما هي الفكرة الرئيسية يا أستاذ في هذا الدرس، درس التكيف والبقاء؟ الفكرة الرئيسية هي أن المخلوقات الحية لها تكيفات، هذه التكيفات تساعدها على العيش والبقاء في بيئتها. فالكائن الحي الذي لا يستطيع التكيف هذا يؤدي إلى يعني إما أن يهاجر إلى مكان آخر يستطيع التكيف فيه، أو يؤدي إلى يعني موت هذا الكائن الحي. ما هي المفروضات التي يجب أن نتعرف عليها خلال هذا الدرس؟ نتعرف على معنى كلمة التكيف، معنى كلمة التنويه، معنى كلمة التلون، ثم معنى كلمة التشابه، ومعنى كلمة المحاكاة. ما هو التكيف؟ من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل لكثير من المخلوقات الحية تكيفات. ما معنى كلمة تكيفات؟ هي عبارة عن خواص تركيبية، يعني في تركيب الجسم، أو خواص سلوكية تساعد الكائنات الحية على البقاء في بيئاتها. إذن معنى كلمة التكيف أو معنى كلمة التكيفات هي عبارة عن إيش؟ أو هذا التعريف يبدأ من هنا، عبارة عن خواص تركيبية وسلوكية تساعد الكائنات الحية على البقاء في بيئاتها، هذا معنى كلمة التكيف. من خلال هذا التعريف نلاحظ أن التكيف نوعان، تركيبي وسلوكي. التكيف نوعان، تركيبي والآخر سلوك. تركيبي بمعنى أن هناك أشياء في تركيب جسم الكائن الحي تساعده يعني على التكيف في البيئة التي يعيش فيها، يتأقلم مع الجو الذي يعيش فيه. وهناك يعني تكيف سلوكي، السلوك عبارة عن سلوكيات وتصرفات الكائنات الحية تجعلها أيضا يعني تبقى في بيئتها. إذن التكيف نوعان، التكيفات السلوكية والتركيبية، هذه التكيفات التركيبية. التكيفات التركيبية عبارة عن تغيرات في تراكيب الجسم، سواء كانت داخلية داخل الجسم أو الخارجية. فالبط مثلا، كيف يستطيع البط العوم في الماء؟ ما الذي يساعد البط على العوم في الماء؟ الذي يساعده على ذلك أن له أرجل مسطحة وملتصقة الأصابع، تجد بين أصابع يعني أرجل البط، تجد بين الأصابع جلد، بين الأصابع، الأصابع ملتصقة مع بعضها. هذه يعني الأرجل المسطحة والملتصقة الأصابع، هذا تكيف تركيبي يساعد البط على العوم في الماء. هذا تركيبي في تركيب الجسم وليس في سلوكياتك، إنما هو في تركيب الجسم. كذلك نبات الصبار له طبقة شمعية سميكة، هذه الطبقة تساعده على ماذا؟ تحفظ الماء داخله وتحميه من التبخر. من يعطيني أمثلة أخرى؟ هناك أمثلة كثيرة. من يعطيني؟ أحسنت. شفة الجمل، الجمل عنده الشفة السفلى مشقوقة، لماذا يا أستاذ؟ حتى يستطيع أن يتناول النباتات الشوكية التي توجد في الصحراء. كذلك أيضا خف الجمل عريض ومسطح، لماذا؟ حتى يستطيع السير في الرمال، يعني فوق الرمال الصحراء.
هناك أمثلة أخرى كثيرة أيضا، مثلا سمكة القرش عندها حاسة شم قوية، هذا في تركيب الجسم حتى يساعد على يعني تناول الفريسة، أو مثلا الإمساك بالفريسة. الغزال يعني يستطيع الركض والجري بسرعة كبيرة جدا. كل هذه تكيفات في تركيب الجسم. إذا أي شيء يكون في تركيب الجسم ويساعد الكائن الحي على البقاء وحصوله على غذائه، هذا نسميه ماذا؟ نسميه تكيفات تركيبية. أما التكيفات السلوكية فهي في سلوكيات وأفعال وتصرفات المخلوقات الحية، فهي عبارة عن تعديل في سلوك المخلوق الحي. فمثلا الذئاب تتنقل في مجموعات، لماذا؟ لكي تتمكن من اصطياد فريسة كبيرة. ذئب لحاله لا يستطيع، ولكن مجموعة من الذئاب تستطيع. فهذا عبارة عن ماذا؟ السير معا في مجموعات، هذا تكيف سلوكي جعلها تستطيع يعني امساك بالفريسة، ومن ثم الحصول على غذائها، ومن ثم البقاء حية. كذلك الأسماك عندما تهاجر، والطيور والفراشات، هذا كله تكيف سلوكي، الهجرة من مكان الآخر. كذلك أن بعض الحيوانات يعيش يعني حالة البيات الشتوي في المواسم الباردة، ثم يعود إلى نشاطه عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع. كل هذه أمثلة على التكيفات السلوكية التي تساعد الكائنات الحية على البقاء في بيئتها. مثلا هذا مثال على تكيف تركيبي. عندما تشعر هذه السمكة بالتهديد، تملأ جسمها بالماء أو الهواء، فتبرز أشواكها الكبيرة لتحميها من الأعداء، هذا تكيف تركيبي. فالأشواك هذه جزء من تركيب الكائن الحي، إذن فهي تكيف تركيبي. نباتات ومنها الورود والصبار لها يعني على ساقها أشواك تحميها من أكلات العشب، هذا تكيف تركيبي. مثال آخر، تأكل فقمة البحر الحيوانات ذات الغطاء مثل المحار والسرطان. تعرفون أن الحيوان المحار والسرطان لا غطاء صلب. الفقمة كيف تأكل هذا الحيوان؟ تقوم بكسر القشرة بواسطة صخرة صغيرة تضعها على بطنها. هناك صخرة، يعني الفقمة تضع صخرة على بطنها، ثم تمسك مثلا المحار أو السرطان، ثم بعد ذلك تستخدم يعني هذه الصخرة في كسر هذه القشرة الصلبة، تستخدمها في ضغط السرطان على صخور الشاطئ فتكسر الصدفة، ثم تتناول ما أسفل الصدفة. هذا تكيف سلوكي، ليس في التركيب، وإنما هو في سلوك الكائن الحي. مثال آخر على التكيف السلوكي، هذه الفيلة أيضا تمشي في مجموعات، وكذلك تجد صغير الفيل يمسك مثلا بذيل الأم لتبقى قريبة من القطيع. إذن الفيلة لها يعني لها سلوك اجتماعي معقد، تسير الفيلة في قطعان لحماية صغارها، كما أن الصغار تمسك بذيول أمهاتها لتبقى قريبة من القطيع. إذن تعرفنا على التكيف التركيبي، وتعرفنا أيضا على التكيف السلوكي، وتعرفنا على أمثلة لكل منهما، وتعرفنا أن هذا التكيف يؤدي إلى بقاء المخلوقات الحية. الآن أحباب الطلاب، نتناول معا بعض تكيفات النبات، أمثلة على بعض التكيفات التي تكون في النبات. أزهار النباتات المغطاة البذور لها رائحة عطرة وزكية، لماذا؟ حتى تجذب ناقلي حبوب اللقاح من الطيور والحشرات، حتى تحدث عملية التلقيح كما أخذنا في دورة حياة النبات الزهري. كما أن لها أيضا أوراقا تلتقط ضوء الشمس، وجذور تمتص الماء، هذه كلها تكيفات تساعد النبات على البقاء. كذلك جميع هذه التكيفات تساعد هذه النباتات على البقاء. تكيفات الغابة المطيرة، بعض النباتات في الغابة المطيرة مثلا، ساق النبات يوجد في أسفل الساق أعضاء منتفخة. ما الفائدة من هذه الأعضاء المنتفخة؟ تخزين الماء. كذلك أيضا أوراق بعض هذه النباتات التي توجد في الغابات المطيرة متكيفة بحيث تتخلص من الماء الزائد بسهولة. كذلك جذور عبارة عن جذور هوائية، انظر جذور هوائية تمتص الماء من الهواء الرطب. إذن كل هذه التكيفات تساعد النبات على البقاء في بيئته. نبات السوسن له ثغور على سطح الأوراق تجعله يتخلص من يعني الماء الزائد. بعض تكيفات الحيوانات، وهذا بإذن الله تعالى سنتناول عليكم أحباب الطلاب،
أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، أراكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.